السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا بنسوينة من لطيفة، الزوج ديالي هو نور الدين أيت العسري، بابا ياسر أيت العسري اللي كاع الناس كتعرفو. واش غنقول لك خويا، هاد الناس احتقرونا لأقصى درجة، كنا خلاوك منك التشريد، زادوك التهام اللي ما كيناش حتى هي زادوها لك. حنا خويا داك النهار كنا نضنا، فطرنا عادي، درنا واحد حملة نظافة، نظفنا المكان، مشيت أنايا رجعت كنلقى واحد الكليكه تما فيها القيد، فيها الاعوان ديالو. رجعت انا عرفتهم كيخطوا لشي حاجه، رجعت لقيت الزوج ديالي اللي هي مع الرجاله، قلتها ليه، قلت لي انا هذا الاجتماع يعني من وراه كاينه واحد المفاجاه، باقي انا ما كملتهاش ليه، كنتفاجئوا بالاعوان ديال السلطه جايين كيجريو الكامي يوقف لهي، وهما جايين تيجريو، انا جيت تنجريه، زيت غير واحد المونطو ديال واحد المراه خلاته عندي، الدراري تيجريو، حنا على بالنا غادي يهزوا لينا المانط حيتاش قهرونا هاد الناس، الناس المحسنين تيجيبوا لنا المانط، هما تيجيو يديو كل شيء، تيخليو فراشنا دص وغطانا السما. كاين الناس الدراري اللي معانا، شي هز الخدادي، شي هز المانط، كل واشنو هز. هي هذيك تفاجئنا، عندي الراجل انا مشى تيجري، مشى عند هذاك المقدم، باقي ما وصلوش، بغى ياخذ من عنده واحد اللافته مكتوب فيها معتصم صامدون من لا سكن له لا وطن له، غادي باش يمشي ياخذ من عنده ديك اللافته. المقدم ضرب الزوج ديالي، طيحوا تمايا. مقدم منين خدا اللافته مشى عند القايد قال لي هاك اللافته، القايد قال لي تكا واحد الكلمه، يا الراجل تكا تيضحك، مغطي وجهه تيضحك، الناس راه كانوا راه امه لا اله الا الله كانت هنا، راه شافوا الحادث وشافوا كل شيء، يعني كاينين الناس شاهدين، وكاين واحد الدري شهاد وشاف ام عينيه، وان المقدم هو اللي ضرب الزوج ديالي وتعدى عليه ولاحوا هكاك. المهم جات الاسعاف، دينا محمد الخامس، داروا لي السيروم، دقوا لي ابره، داروا لي واحد التحليله، بقيت معانا والاخت اللي مشات معايا، بقينا مع تفاق مي فاق، خرجته برا قال لي بلاتي شويه غير يضربني غير البرد، راه مقصح هنا في راسي. قلت لي ماشي مشكله، جلسنا حدا باب المستعجلات، قلت انا بينهما ضربوا شويه البرد نمشي في حالاتي. تنتفاجئ بالامن، جاو جا قال لي تيسول على المقدم، انا اصلا المقدم كي دخلت انا دخل المقدم غير دخل وخرج، ما لقات ما دار لا اسعافات لا حتى شي حاجه، دخل خرج. البوليس من جا كيسولوا على المقدم قالوا لهم المقدم دخل وخرج ما فيه حتى حاجه، قالوا لي السيد اللي مضارب معاه واحد من الدراري قال لهم راه كاين برا كاين الزوجه ديالو. جا عندي سلام سلام، قال لي شنو كاين، عاودت لي شنو كاين، اطرا وطرا وطرا، قال لي غتمشي معانا الكوميساريه غديري المحضر وغتمشي في حالاتك. انا تقت فيهم، ديت الزوج ديالي مع العلم بان ما قادش يزيد ما قادش يهضر، شديت وانا والاخت اللي كانت معايا ركبناه مشينا للكوميساريه، لقيت المقدم تما هو وجوج اخرين، خداو الاقوال ديالهم، بقينا تعطلنا قد العصر قد المغرب وحنا مازال قاعدين، تنتفاجئ بالمقدم مشى في حالاته. بقيت جالسه، الاخت اللي معايا قالت لي نوض نسولو، يلا انا غنوض نسولو، عيط ليا لطيفه نت عنده، قال لي قلت لي سالينا رانا عييت ربي اللي عالم بيا، بغيت ناكل بغيت نغسل بغيت ندخل الطواليط، رانا لا اله الا الله محمد رسول الله. قال لي انت غتمشي والزوج ديالك ما غيمشيش، قلت لي علاش، قال لي غادي نعتقلوه، قلت لي اش من تهمه، قال لي تعرض المقدم هو كيزاول المهنه ديالو. بكيت جدبت حيحت، قلت لي مع العلم بانك انت تتشوف المقدم جا صحيح، جا تيضحك وخرج تيضحك، وهذا مهلوك ما قادش يهضر، وانت راه شفتي كل شيء، وعندي الناس وعندي الشهود، يعني قال لي ما تنسيش بان المقدم راه عون السلطه، يعني راه محمي ما خصكمش تعرضوا ليه. قلت لي في نظرك جاي زاول المهام ديالو، واش غيحيد لافته من ضمن المهام ديالو؟ ما لافته راه كرتونه، هو غيشرق انا غندير 10، اعطى الله الكراتون وغنعبرت انا على وغنكتب وغنلوح وغناضل، ماشي حل هذا. قلت لي صافي، غوت بكيت جذبت استسلمت، جيت في حالاتي. الغد ليه قال لي الغد ليه تمشي المحكمه، الغد ليه قال لي غيدوز عند الوكيل، الغد ليه مشيت للمحكمه، قبل ما نمشي المحكمه بعدا مشيت لمحمد الخامس باش ناخذ شهاده طبيه، لقيت هذيك خيتي اللي تما استقبلاتني واحد استقبال من هذا المنبر، تنقول لها الله يرحم لك الوالدين وحسبي الله ونعم الوكيل فك سنتيه، دارت معايا واحد الفضاضه واحد الاسلوب، يعني مستحيل تكون هذيك طبيبه، هذه الاولى. المهم ما عليناش، كل واحد غيخلص الله على قد الافعال اللي تيدير. رجعت في حالاتي رجعت لهذه المحكمه، بقيت كنتسنى هما دخلوه، احنا جا واحد المحامي الله يجازيهم بخير من اكادير انضم لينا تنشكرو من هذا المنبر، هي هذيك دخل عندهم قال لهم شنو كاين، جبدوا ليه المحضر هدر
ترافع عليه خرج عندي المحامي عيط لي مشيت عنده قال لي واش عرفتي اش دايرين قلت لي لا ما عرفتش قال لي دايرين في المحضر ديال المحكمه بان الزوج ديالك تعرض للقيد وضربوا القيد دابا كوما جايبين شهاده طبيه بان الزوج ديالي بان ضارب القيد لهنا والقيد دابا كوما تنتفاجئ قلت لي وانا في الكوميساريه قالوا لي المقدم في المحكمه قالوا لي القيد هذا الشيء راه بزاف هذا الشيء راه تلاعب اكثر من القياس قال لي المهم انا غنمشي دابا وغادي نرجع عاوتاني غادي هي هذيك محامي مشى من بعد عاوتاني عاود رجع دخل عاوتاني ترافع داك الشيء قالوا لي عنده تمديد ايوا هي هذيك انا من تما مشيت ثاني نحكت عليه الكوميساريه جابو داك الشيء دخلت تكلمت نيت معاه وداك كل شيء قال لي الكوميسير اللي تما قال لي اختي شوفي ما عندك حتى حل الحل اللي عندك هو غتمشي عند المقدم باش غيدير لك واحد التنازل اين فوا غتجيبي التنازل راجلك غادي يخرج ما عرفش انا واش غندير هاد التنازل واش انا راجلي مضروب وراجلي مضرور وما دار والو ويدير هاد التنازل ما فهمتش اختي شنو هاد التلاعب ما عرفش هاد الناس بيبغاو يوصلوا ما عرفتش حتى الان اليوم مشيت على اساس غادي نلقاه في المحكمه منين رجعت للكوميساريه قال لي لو كان صوبتي الورقه راه غادي يكون منين باقا انت ما صوبتيش الورقه راه حتى الغداد باش غادي نجيبوه للمحكمه صافي اختي رجعت للمعتصم وانا جالسه معنا ما عرفتش انا عندي شك في ياسر عندي شك على قبل ياسر علاش ياسر يهضر ويدوي على داك الشيء اللي دارو مع العلم بان ياسر والله ما شحناه والله ما قلنا لي داك الشيء خارج من القلب ديالو راه اي واحد يحط راسه في بلاصه الظروف اللي داز فيها ياسر والمعاناه اللي داز فيها ياسر والتشرد اللي داز فيه ياسر عنده طموح ياسر واحد الدري اللي باغي يقرا باغي يعطي باغي يولي شي حاجه في المجتمع وهاد الناس راه كتهرس بنادم راه كتهرس راه الدري راه هز حمل واحد 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 ثقيله على العاتق ديالو فداك السن ما خصوش يخمم في سكان ما خصوش يخمم في حتى في حاجه خصو يحم القرايه ويعيش الطفوله ديالو دري صغير حمل معاك الهم ديال السكان حمل معاك الهم تاع التشرد خايف له بزاف الحوايج يعني راه داك الدري اش غنقول لك حسبي الله ونعم الوكيل فيهم اه وهذيك راه هذا الشيء قلت لك انا راه هما قالوا لك بانك انت داك الدري شحنتيه وعبئتيه باش يقول هذيك الهضره وحنا راه ما عبئناش ما شحناه راه هو المجتمع اللي شحنوه راه دوك الناس اللي جاوا مارسوا عليه الضغط راه هما اللي شحنوه راه هما اللي كرهوه في البلاد راه هما اللي عطاوه ديك النظره على البلاد بان ما حسبي الله ونعم الوكيل